الطفل في فيزيو ستوديو ان شاء الله من خلال هذه المراحل التاليه. ايوا والمرحله اللي هي غادي نصيبوا ان ابليكاسيون مع لاباز دوني ديالها ابخي غادي نليو ما بين لاباز دوني او لابليكاسيون يعني غادي نديتاشيو لاباز دوني في اسكيو سيرفر وغادي اللي غادي نعطاشوها مع لي فيشي ديال البروجي يبخي غادي نتعاملوا مع بابليشيد بروبريتيز. دونك نبداو على بركه الله. اول حاجه عندنا هاد لابليكاسيون اللي هو اون ابليكاسيون تري تري سامبل اللي هو عباره على انسكريبسيون دي ستاجير. غادي ندخلو دي ستاجير يعني من خلال لي زانفورماسيون ديالهم نوم برينو اي ادريس تيليفون عندنا 3 بوطون اللي هما اجوتي سوبريمون دي في كل واحد واش خدام. كاين اللي سيبتو مونت كونكتي كاين اللي سيبتو مونت ديكونكتي يعني بغيت باش نبين لكم اللي راه هادشي اللي غنديرو من خلال هاد الفيديو راه بحالو بحال الا خدمنا بمود كونيكتي بحال الا خدمنا بمود ديكونيكتي راه نفس الحاجه تقريبا ما تتغير حتى حاجه الا كنتي خدمتي بمود اونتيتي فريم ورك. دونك هاد الحاجه الا خدمتي بمود اونتيتي فريم ورك حيت حنا اش كنديرو تنغيرو في هاد الكونيكسيون سترينغ. دونك الا خدمتي بونتيتي فريم ورك حنا يعني الا خدمتي بنوت اونتيتي فريم ورك ما كديرش هاد كونيكسيون سترينغ انت يعني لابليكاسيون هو اللي كيجينيريها اوتوماتيكمون. يعني فين كيجينيريها في اب بوان كونفيغ في اب بوان كونفيغ كتلقى هاد كونيكسيون سترينغ دايره بحال هكا تقريبا المهم شابهه. غادي تلقى الداتا سورس نفس البلان غادي تلقى الداتا بيز غادي تلقى الانتيغريتي سيكوريتي. دونك في هاد الكونيكسيون سترينغ هادشي اللي غادي نبدلو حاليا يعني من هنا غادي نبدلو في الفيديو في هاد الكونيكسيون سترينغ هنا هو اللي غيتبدل في ديك الاب بون كونفيك في حالة خدمتي بمود اونتيتي فريم ورك. يعني ما تتبدل حتى حاجة غير الكونيكسيون سترينغ اللي كيتبدل غير الفرق بين الاونتيتي فريم ورك او المود كونيكتي ولا ديكونيكتي هو انه حنا في المود كونيكتي وديكونيكتي كنجينيريو كونيكسيون سترينغ بريوسنا في المود اونتيتي فريم ورك البروغرام هو اللي كيجينيري الكونيكسيون سترينغ حيت كتعطيه هو كتعطيه دي بروبريتي فاش كتصايب اونتيتي فريم ورك هو كياخد ديك لي بروبريتي وكيجينيري الكونيكسيون سترينغ اوتوماتيكمون في الاب بوان كونفيغ. دونك هذا هو يعني الاختلاف الوحيد اللي كاين. دونك نبداو على بركة الله. هذا هو لابليكاسيون هذه هي لاباز دو دوني ديالو اللي هي جيستيون ستاجير. نبداو على بركة الله ندير ستارت باش نشوفو لابليكاسيون واش خدامة. دونك ديجا يعني فيها داتا نجربو بوطون سوبريمي. دونك نكليكيو على هادي مكليكيتش على سوبريمي هي تسوبريمات. دونك اجيتي اون داتا اخرى نديرو مثلا مثلا كومسا حمدي حميدي كومسا حميدي حميدي عزيز كومسا نص مثلا كازا بلانكا كازا كومسا نيمو دي تيليفون 06 كليك سو اجيتي هي خدامه. دونك لابليكاسيون خدامه. دونك نحيدو. دونك اول حاجه غادي نديروها هي انه غادي نديتاشيو لاباز دو دوني في لي سيرفر. علاش؟ باش نجيبوها نليوها مع لي فيشي ديال لي بروجي حيت ليوتيليزاتور اون فوا تتانستالي تتعطيه لانستالاسيون ديال لابليكاسيون كيانستالي لابليكاسيون راه مكيانستاليش حتى اس كيو سيرفر باش يقرا ليها يقرا ليه لاباز دو دوني. دونك هذا هو البلان. دونك لاباز دو دوني خصها تمشي مع لابليكاسيون حيت ما غاديش نانصاليو ليه لاباز دو دوني بوحدها وغادي نانصاليو ليه يعني لابليكاسيون بوحدو. ديك الساعة نبقاو نديرو بحال 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 اللي عندنا حنايا مثلا عندنا اس كيو سيرفر عندنا ديزيو ستوديو كنليو بيناتهم. لا هو لا هو كيخدم بلابليكاسيون هاد لابليكاسيون فيها لي فيشي ديال البروجي في على وزدني في نفس الوقت ميم طون. دونك اول حاجه غادي نديروها هي غادي نبدلو هنايا انا عندي ماستر كتكون جيستيون ستاجير غادي نبدلوها غادي نديرو ماستر باش نجيو لهنايا غادي نكليكيو على جيستيون ستاجير غادي نديرو تاسك وغادي نديرو ديتاش.
تشات يعني ما بقاش لا باز دوني في السكيل سيرفر. غادي نحيدو حنا حاليا السكيل سيرفر سالا الخدمة ديالو. غادي نمشيو لهنايا سوليسيون اكسبلورير. غادي نكليكيو على انسكريبسيون بوتون دغوا. غادي نمشيو غادي نديرو اد اكزيستين ايتم. غادي نديرو هنا all files باش نجيبو حتى يعني لي فايل ديال لاباز دوني. حنا يعني انا عندي حاليا عندي لي باز دوني مع استراليا يعني هاد لاباز دوني كاينة في السي. دونك غادي نمشيو للسي. غادي نمشيو للبروغرام. غادي نمشي لميكروسوفت مايكروسوفت اس بي سيرفر اللي هي هادي كومسا. غادي ندخلو هنا وغادي ندخلو للداتا. غادي نلقاو هادو هما. هادي هي لاباز دو دوني ديالي اللي هي جيسيون ستاجير. دونك غادي نجمعهم بجوج ديال هادي اللي فيها لوغ العادية ديال الان دي اف. غادي نكليك اب نتسنى واحد شوية. هي هما اجبتها غنقولكم هما اجبتها. شوف دونك حاليا لاباز دو دوني انا عندي فيجيو ستوديو يعني مبقاتش عندي سكي سيرفر. دونك هاد الشيما هذا اللي هو هذا دونك هاد اس كيو ال اكسبريس يعني مبقاش خدام حيت اصلا انا يعني تغير الشيما ديال لاباز دو دوني. يعني انا حاليا عندي لاباز دو دوني غير هنا غير الداخل ديال فيجيو ستوديو. دونك غادي نبدل في هاد الحوايج هادو. انا غادي نعطيها في الداتا سورس وغادي نبقى خدام بالاس كيو سيرفر. يعني في عند ليتيليزاتور غادي يبقى يخدم غير باللوكال دي بي. يعني حنا غادي ندوزو مع لاستالاسيون ديال البروجي غادي ندوزو معاه اللوكال دي بي وغادي نانستاليوه. يعني هو كيكون صغير وما كيكونش باين. يعني اي ابليكاسيون كيكون مانستالي اوف لاين راه كتكون مع هاد لوكال دي بي. دونك واحد لوكال دي بي كتكون في البي سي كتانصالها مع البي سي وهي اللي كتقرا لي باز دو دوني كاملين ديال لي زابليكاسيون الاخرين. فهمتي دابا البلان؟ دونك هو ما غاديش يانصالي اسكيل سيرفر باش يخدم هاد لابليكاسيون. فهمتي دابا الكونسيبت. دونك غادي نديرو لوكال دي بي اندرسكور underscore m SSQL SQL local db comme ça. وهنا حنا اصلا حاليا لا باز دو دوني ديتاشات من الاس كيو سيرفر. يعني الا بغينا نخدمو بها هنايا خصنا نعطيشوها هنايا ياك. هذا هو الكونسيبت. يعني ديتاش اتاش يعني ديتاشيتيها بغيتي تخدم بها خصك دير لها اتاش. دونك اش غادي نديرو هنايا؟ غادي نحيدو هاد الداتا بيز. غادي نديرو اتاش كومسا دي بي file name equal gestion stagiaire. غادي نعطيو دابا حنا درنا اتاش داتا دي اتاش دي بي فايل نيم. عطيناه جيسيون. دابا خصنا نعطيوه الشيما يعني فين غادي يلقى هاد دي بي اللي هي جيسيون ستاجير بوان ام دي اف بوان ام دي اف هي هادي هي بوان ام دي اف. يعني غادي يمشي ديريكت لديك لاباز دو دوني وغادي اي اتاشيها في البروجي. وبالنسبه للانتيكيوريتي سيكوريتي راه غادي تبقى تو. دونك حنا بدلنا بدلنا الكونيكسيون سترينغ. جينا للداتا سورس بدلنا الاس كيو سيرفر بدلنا بلوكال دي بي درنا ام اس كيو لوكال دي بي. يعني هذه هي اللي غتنصال في البي سي ديال ليوتيليزاتور. واتاشينا داتابيز داتابيز اتاشيناها. يعني درنا اتاش دي بي فايل نيم جيستيون ستاجير دوت ام دي اف.
انتيغريتي سيكوريتي خلاص هي غادي تعزز القدره. يعني جوج الحوايج اللي درنا حاليا هي محتاجينهم باش نغيرو الكونيكسيون ستريم اللي هي نغيرو في الداتا سورس، نغيرو في لا باز دوني. يعني كما قلت لكم قبيله في فرونت تي فريم ورك، هاد الحوايج اللي غيرنا هنايا هما اللي غادي نغيرو في الكونيكسيون سترينغ في لونتي تي فريم ورك، في الفايل اللي هو دوت كونفيغ. يعني في حالات خدمنا بلونتي تي فريم ورك، دونك حاليا سابنا يعني لينا ما بين لاباز دوني و البروجي. يعني ما بقي لينا الا نمشيو للبابليشيت بروبرتيز. يعني كنجيو لهنايا كنجيو البروجي ديالنا، كنكليكو بلوطون دغوا كنمشيو للبروبرتيز، كنجيو اول حاجه كنمشيو للبابليش، كنمشيو للبابليش هي فين غادي نسيبو سيت اب فايل ديالنا. و يعني افون بابليش كنمشيو للسينين، كنمشيو للسينين، كنمشيو للسينين. علاش كنمشيو للسينين؟ باش نسيبو ان سيرتيفيكا، يعني لابليكاسيون ديالنا خصنا نسيبو ليها واحد السيرتيفيكا. بالنسبة للمود بروفيسيونيل، يعني حيت في المود بروفيسيونيل هادشي كنديرو ليكم، هادشي زعما كنديروه غير في حالات بغينا نخدمو في ليكزام، يعني بغينا نسيبو سيت اب فايل في ليكزام كنخدمو بهاد الطريقة. يعني حيت اون فوا تتخدم مود بروفيسيونيل راه ما تتبقاش تتخدم بهاد سيت اب، يعني ما غاديش تبقى تصايب سيت اب فايل في فيزيو ستوديو، غادي تخدم بديز ابليكاسيون يعني بروفيسيونيل بحال ادفانسيد انستالر. دونك بحال دوك لي زابليكاسيون كيجينيريو ليك سيرتيفيكا اوتوماتيكمون. يعني حنا هنا لا، كنجيو لهنايا تلقى هادي يعني ما كوشياش، كنكوشيو هاد السين دي كليك وانس مانيفيست باش نتشيكيو يعني السيرتيفيكا. كنجيو لهنا تنديرو سيليكت فروم فايل، كنلقاو هاد يعني كتلقى السميه ديال بحال مثلا انا عندي السميه ديال البروجي هي انسكريبسيون تمبوراري كي، كنكليكو عليها كنديرو اوفغيغ، يعني هي تجينيريت صافي. تنجيو لهنا نبابليش، حاليا سالات يعني جي يعني حاليا تصايبنا سيرتيفيكا راه دي لقاها في سوليسيون اكس بي او اللي هي هادي انسكريبسيون تمبوراري كي دوت بي اف اكس. دونك سالينا في السيرتيفيكا، كنجيو لبابليشيت. اول حاجة هي بابليش لوكيشن اللي هو البلاصة اللي بغيتي تحط فيها الفولدر ديال السيت اب. كنجيو لهنايا كنكليكو على هنا كنحطو الفايل اللي بغينا نحطو فيها اللي بغينا نحطو فيه هاد السيت اب فايل. انا حاليا غادي نحطو غير في البيرو. عندك بعدا عندك دو شوا، عندك يا اما يعني بغيتي تحطو في اوف لاين، تحطو في اون فايل في السيستيم ديالك، ولا تحطو في اون سيت. يعني الا بغيتي يعني ليوتيليزاتور باغي انستالي خصو يدخل السيت فلاني فلاني، السيرفر فلاني فلاني باش انستالي هاد لابليكاسيون. حنا لا، حنا غادي نخدمو غير بالفايل، غادي نكليكو على الفايل وغادي نسيليكسيونيو الديسكتوب وغادي انستاليو في الديسكتوب، غادي نكليكو على هنا. دونك هنا انا انستالاسيون فولدر يولير اف ديفيرنت دان اباف، قالك زعما الا كان شي واحد مختلف على الاخر، يعني عندك شي لوكيشن اخر بغيتي، يعني بحالات مثلا بغيتي دير هنا دير فيه غير الفايل، الفايل واحد الفايل في 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 الداخل ديال البي سي ديالك، وهنا مثلا بغيتي دير واحد اليو اي غير، بغيتي دير واحد السيت، يعني بغيتي دير ليه السيت وفي نفس الوقت غادي يكون متاح حتى في هنا عندك في البي سي. دونك هنا حددنا البابليش لوكيشن، هنا لا انستال مود اند سيتين. دونك هنا قال لك دي ابليكيشن از افاليبل اونلاين اونلي، ولا دي ابليكيشن از افاليبل اوفلاين از ويل. يعني هنا قال لك بغيتيه يكون افاليبل، يعني يكون متاح اونلاين، يعني يكون خصك كونيكسيون باش تنصالي، ولا بلا ولا اوفلاين، يعني بدون كونيكسيون، يعني يكون غير يعني تنصالي بحال اللي كان انصالي. وانا مثلا شي واحد دوز لك شي سيت اب فايل ديال شي ابليكاسيون شي جيم كتنصالي بدون ما تشعل كونيكسيون، بدون ما تدخل شي سيت ولا شي حاجه بحال هكا. يعني دونك غادي نسيليكسيوني هادي هنا في الابليكاسيون فايل، كيكون فيها لي فيشي ديال البروجي
يعني مثلا احنا هنا هما لي فيشي ديال الخارجي عندنا على باز دو دوني عندنا على سكريبسون دوت اكس دوت كونفيغ. المهم هادو لي فيشي كاملين ديال الخارجي يعني كتلقى هادي شاد شو اول فايل تلقى ما كلشي غادي كليكي عليها باش تعطيك جميع لي فايل وتكليكي اوكي. هنا بري كويريز هاد بري كويريز هنا تتسيليكسيوني لي فريم ورك باش خدمتي في لابليكاسيون يعني جميع الحوايج. يعني حنا حاليا الا بغينا نانصاليو اليوتيليزاتور لابليكاسيون خصو يتانصالا معاه لوكال دي بي باش يقرا ليه لا باز دو دوني و لونتيتي فريم ورك باش خدمنا هاد لابليكاسيون باش يقرا ليه هاد لابليكاسيون. حيت مثلا انت انصاليتي ليه واحد لونتيتي فريم ورك يعني ماشي بحال لونتيتي فريم ورك باش خدمتي هاد لابليكاسيون راه مغاديش تقرا ليه لابليكاسيون. يعني خصك تعطيه انت لونتيتي فريم ورك ديالك باش خدمتي هاد لابليكاسيون باش انصاليه يعني قبل ما ينصالي هاد لابليكاسيون باش يخدم لي هاد لابليكاسيون اللي هو مثلا هنايا كوشينا مايكروسوفت دوت نيت فريم ورك يعني 4.7.2 يعني هاد لونتيتي فريم ورك باش يخدم لي لابليكاسيون. وتاني حاجة اللي هي لوكال دي بي نورمالمون على حساب هاد الحوايج اللي حنا حاليا محتاجينهم. يعني ديك الساعة تتكون انت الا محتاج شحال من حاجة اي ما محتاج شي حاجة اخرى تزيدها. هنا سبيسيفي دي انسر لوكيشن فور بري كويريز دونك هنا داونلود بري كويريز فروم دي كومبوننت فوندرز ويب سايت. يعني حاليا سيليكسيون درنا سيليكسيون هنايا وغادي نانصاليوهم هنايا. هنا الى بغيتي فروم لوكيشن از ماي ابليكيشن هنا داونلود يعني الى بغينا ناخدوهم من البي سي مثلا احنا انا هنايا عندي بري كويريز هنايا اللي ديجا خدمت بيها كاينه في الدوكيمنت هاد بري كويريز هنايا فيها دوت نت فريم ورك 4.7.2 دي اس كيو ال سيرفر اكسبريس لوكال دي بي جوج هما اللي كنت خدمت بيهم يعني اللي كنت درتهم في سيت اب فايل باش يتانصاو ليوتيليزاتور اللي باش يخدم بالابليكاسيون يعني باش تخدم ليه الابليكاسيون. هاد جوج هما اللي كنت محتاجهم باش نديرهم في سيت اب فايل بقاو عندي هنا. يعني حالات مثلا عندك انت وبغيتي تزيدهم في البي سي ديالك حالات ما عندكش يعني تخدم بهادو اللي عندك هنا يعني. تكليكي اوكي تنربي هكا تنكليكو اوكي عندك لوبديت اللي هي الميزاجور اللي هنا الميزاجور احنا حاليا ما غاديش نحتاجوهم ولكن ندير لهم واحد الشرح في الزربه. هنا قال لك دي ابليكيشن شود تشيك فور ابديت يبقى يدير له يبقى يتشيكي واش كاين شي ميزاجور. هنا قال لك تشوز وين دي ابليكيشن شود تشيك فور ابديت واش بغيتي يتشيكي افتر دي ابليكيشن ستارت يعني من بعد ما يعني الا كليكيتي على ابليكاسيون تايش على عادي تشيكي واش كاين شي ميزاجور ولا بيفور ولا قبل ابليكاسيون ما يخدم. هنا الى سيليكسيوني بيفور دونك كل مره تتكليكي يعني تتكليكي على الابليكاسيون يعني قبل ما يخدم تيتشيكي هو واش كاين شي ميزاجور ولا ما كاينش. الا كاين راه تاي انصالي ما كاينش تيخدم الابليكاسيون عادي. هنا الى درتي افتر هنا تجي تدير سبيسيفي هاو فريكوينتلي the application should check for update عندك check every time the application runs عندك هنا check every specific انت شحال من مرة بغيتي تشيكي واش سبع ايام على سبع ايام واش ابخي 7 hour ولا ابخي 7 weeks يعني سبعة سيمانات. انت تتحدد على حسب انت اش بغيتي يعني انت تتحدد على شنو حاجه بغيتي. حنا حاليا ما غاديش نخدمو بالميزاجور دونك ما عندنا ما نديرو بيه. هنا تتسبيسيفي مينيموم ريكويريد فيرجن فور ذا ابليكيشن يعني الفيرسيون الاولى اللي كتستخدم بيها. هنا تتعطيه ابديت لوكيشن هنا تتعطيه الباس ديال ديال الميزاجور فين غادي تبقى تحط انت الميزاجور يعني سواء كان شي سيرفر شي سيت ولا كان شي لوكيشن شي لوكيشن اخر دونك كندير كونشن كندير كيكونوا فيه دي ليمون اللي هما
سواء بحال ديسكريبسيون بحال ديبلويمون بحال فايل اسوسياسيون. يعني هنا في الديسكريبسيون كنحدو البابليش لانجويج، سواء كان بعربي سواء كان بانجليش سواء كان بفرنسي، كنديرو ملي كنحدو اللغة وكنكليكيو عليها. هنا بابليشير، بابليشير نيم، كان مثلا هنا درت جيسيون ستاجير، سويت نيم، يعني دي زانفورماسيون ديال السيت اب وصافي، وديال لابليكاسيون اللي هو بروجيكت نيم، هادي هي السمية ديال لابليكاسيون اللي هي جيسيون ستاجير. مثلا هنا سبورت يو ار ال ولي غور يو ار ال. هنا سبورت يو ار ال يعني ابخي راه كتوقع لك فاش كتنصالي سي ابليكاسيون، يعني ابخي لانصاليسيون كيمشي ديريكت كيديك لواحد السيت، غير تضغط انستالي تيكمل تيسالي لانستاليسيون تيديك لواحد السيت كيكون فيه سبورت، يعني كيقول لك كيفاش تخدم لابليكاسيون ولي سيت اب باش تفهم هاد لابليكاسيون. هنا ليغيغ، حالات توقع ليك ليغيغ في لانستاليسيون كيديك لهاد ليغيغ لهاد السيت. غنمشيو للديبلويمون اللي هو هنا كنعطيو السيت تا هو، يعني ابخي يعني ابخي لانستالاسيون كيديك لهاد السيت تا هو كيكون فيه اللي هو كيكون عبارة على السيت ديال السيت ديال لابليكاسيون. هنا المانيفيست، المانيفيست هما يعني واحد الحوايج اللي ما عنديش نحتاجوهم حاليا يعني. ولكن الحاجة الوحيدة اللي غادي نحتاجو هي تكرييت ديسكتوب شورت كوت، شورت كوت يعني هاد شورت كوت اللي هو ايكون، يعني باش يكري ليك باش يكري ليك لابليكاسيون ابخي انستالاسيون في منو. صافي هادشي اللي غنحتاجو حاليا، غادي نكليكو اوكي. هنا البابليش فيرجن، يعني الفيرسيون ديال لابليكاسيون، مثلا هنا درنا واحد 0.0.0.1 0.0 مثلا. هنا درنا تشيكينا اوتوماتيك لي انكليمات ريفيزيون ويت اتش بابليش، يعني اون فوا تدير ميزاجور تيت يعني تيزيد هو الفيرسيون اوتوماتيكمون. يعني هنا عندك جوج اختيارات، عندك بابليش ويزارد، يعني هذا ديجا موجود، هذا اذا بغيتي دير بابليش ويزارد يعني ما تديرش هاد لي زيتاب اللي درنا حاليا كاملين، يعني من بابليش لوكيشن حتى بابليش فيرسون هو موجودين فيه، يعني نجربوه. هذا تحط لوكاسيون، تحط اليوزرز انستال دي ابليكيشن كيفاش بغيتي انستالي، هادشي كامل. المهم هادشي كامل اللي درنا هنايا حاليا هو فيه فهاد بابليش ويزارد، يعني تيدير لك داكشي كيخصو تدير داك، يعني متبقاش تدير هاد الحوايج اللي درنا حاليا، هادشي تجي ديريكت تدير بابليش ويزارد، تدير لي زيتاب كاملين في بابليش ويزارد. يعني حاليا حنا غادي نديرو بابليش ناو، سالينا الخدمة دونك غادي نديرو بابليش ناو. دونك غادي يكون سالا البابليش ناو، هو هذا هو الفايل سالينا، غادي نسدو ليزي ستوديو. غادي نلقاو الفايل سيت اب حيت كنا عطيناه في لوكاسيون، يعني في البلاصة اللي بغينا نديرو فيها السيت اب، عطينا الديسك توب اللي هو اللي هو البيرو. دونك هو السيت اب اللي هو هادي، على السيت اب راه كتكون هادي سكريبسيون سيت اب.